رفيع خلاه شايف جمال معين في الصبار، رسام وشاعر ومفكر، صاحب أثر وخيال وكيان، راجل على قد وقاره على قد ما جواه فنان، حب الحياة وشافها بقلبه، ولأن ربك رب قلوب وهبه ومكن له في أرضه وجعل له جنة في طحنوب. أهلاً وسهلاً نورت المزرعة. الله يخليك، المكان جميل قوي قوي قوي، والسكة والريف ربنا يبارك لك فيه يا رب. أهلاً وسهلاً، أسعدتونا ونورتونا. تعال بقى هتفرجني يا سيادة المستشار. إن شاء الله بإذن الله. أول ما عرفت القصة إن في راجل محترم كبير عنده خبرة في السلك القضائي ودي كانت هوايته وجا هنا، القصة كلها مبهرة، القصة كلها جميلة كده، إيه اللي خلاك تنقل النقلة دي؟ الأول عرف الناس على منصبك واسمك وكده. شوفي حضرتك، ثروت بدوي، لسانس حقوق 73، السن 72 عام، ما شاء الله. التحقت بالكلية الحربية نظام الضباط المتخصصين بعد لسانس الحقوق. أوكي. 32 سنة عمل في مجال القضاء العسكري. لكن قناعة كاملة عندي إن كل إنسان بعيداً عن تخصصه العلمي وطبيعة عمله لابد له من هواية تعد الهوى والمتنفس، فده كان هواية ومتنفسي اللي هو الصبار، عالم الصبار. فلما حضرتك طلعت على المعاش خدت ده بقى اللي هو الوظيفة الأساسية، يبقى الهواية هي الشغلان. هي يعني هي لازمتني عمري كله من 40 سنة، لكن كانت في حدود الهواية وبلا توسع شديد عشان خاطر المسؤوليات القضائية مسؤوليات غير عادية قدام ربنا. طب تعالى نتكلم واحنا بنمشي يا سيادة. لكن كنت زي أي حد عنده هواية معينة بيمارسها جنب طبيعة عمله. إنما بعد التفرغ بعد المعاش لقيت هي فعلا الهوى والمتنفس. مش كده؟ ليه؟ لأن طبعا اللي بيطلع معاش بتواجهه صعوبات شديدة جدا جدا جدا، إن لم يكن هناك بدائل. إحنا هنا في حتة فيها صبرات طويلة جداً عملاقة، يعني ده عمره قد إيه ده يا سيادة المستشار؟ أنا عندي نباتات فيها عمرها دلوقتي بيقترب من 60 عام، وده بيخليه قيم أكتر صح؟ طبعاً. كل ما العمر مر بيه طبعاً تاريخ. الشيء اللي عمره 3 سنوات غير الشيء اللي عمره 50 و60 و40 و30. ليه؟ لأن يعني دائماً عنصر الزمن بيدي وزن كبير للشيء، القدم بقى والعتاقة والكلام ده كله صح. بتخلي الشيء له قيمة طبعا. اشمعنى في أصناف مثلا وحيدة كده وأصناف مخلفة طالعة كده، ولا ده هو في جيناتها يعني؟ لا، هي دي
التكوين الفسيولوجي للنبات ده يخلف كتير، ده فيه ندرة زايدة وما يخلفش كتير. الله، بص ده ازاي مخلف كتير. المولى سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، ولما المولى سبحانه وتعالى يدينا في مجال في زاوية محدودة ومجهولة من زوايا الخلق، وهي زاوية الصبار، مكتشف العالمي حوالي 25,000 صنف حتى الآن، وما خفي كان أعظم. عند حضرتك منهم كام صنف تقريبا؟ حوالي 12. 12,000. وده إنجاز في حد ذاته طبعا، إن يبقى في مكان في ما يقرب من نص المكتشف العالمي كأصناف. الله، بص ده يا سيادة المستشار، بص ده عامل إزاي؟ أيوه، ده غريب جدا. دي من الحاجات اللي في زيها هنا تانية، بتعتبر طفرة جينية. النبات بيبقى أصله سلندر وبعدين يعمل كده. دي المتغيرات اللي احنا عمالين نقول عليها، اللي هي بتشكل الإبهار في عالم الصبار، إن النبات يبقى طالع بطلع معين وفجأة نبص نلاقيه عمل حاجة تانية، انبرى وعمل شكل غريب جدا، عامل زي التاج ولا عامل زي اللفائف المعرفش ايه، ولا عامل زي الشعاب المرجانيه. لسه كنت هقول لحضرتك شكلهم كاننا تحت الميه، يعني في حاجات كتير قوي شكلها زي الحاجات اللي بتشوفها الشعاب المرجانيه. الصباره الخضراء اللي عليها حاجه حمراء دي مش زهره، دي كانها الورقه بقت خضراء ولا ده ايه؟ هي الورقه نفسها هي اللي لونها نبيتي بديعه. الساق نفسه اخضر والورقه بتاعتها نبيتي. حلو قوي قوي. طب انا سمعت ان حضرتك بتقول ان في ثلاث صفات تتوفر في مربي الصبار، لازم يبقى عنده ايه وايه وايه؟ عمر نوح ربنا يديك طول عمره، ومال قارون وصبر ايوب. بس هو كمان بيمتع في خلال فتره تعايشه مع الصبار. يعني انا متصور، يعني اللهم لا فخر، ان الصبار ممكن يدي عاشقه او محبه أيوة اللي مفيش حاجه تانيه في مجال الهوايات ممكن تديها لصاحبها. لا معقوله، الموسيقى، الادب، في كل التصوف. ما انا بقول ايه، انا بقول دي انانيه بقى. ليك انت، انا انانيه؟ هو في واحد بيحب واحده قوي وبعدين يقول بحب الثانيه؟ لا حبيبك اللي تحبه وان كان دب هو معروف. ده اللي انا بحبه قوي، بحب كل حاجه حلوه وجميله، بس مع الصبار هو الهوى كله. ده برضو مطعم؟ ده مطعوم. مطعوم أيوة. بس طول بقى مطعوم. لا ما طولش، دي اصلا احنا جبناها في كبيرة. وقت من الاوقات، هي قطعه نادره جدا، انتيكات، جبناها في وقت من الاوقات وكانت حوالي 2 سم وطعمناها على ده، لان دي من الحاجات النادره قوي اللي هي يعني لها قيمه. تمام، خدت لها دلوقتي مثلا بتاع 18 سنوات نمو، وهي كانت قد كده وقت ما طعمناها. تمام، عملت البناء الهندسي الرائع ده مع التدخلات الايه، مع اللون النبيتي. حضرتك بقى كل يوم من 5 الصبح جاي تشوف درجات الشيء ده. والمدام تقول لي انت ما بتشبعش بالصبار، بقول لها بشكل لحظي بيديني متغيرات في الاحساس الفني تخليني دايما مرتبط بيه، لان كل ما ابص الاقي جديد. تحب التجديد. كل ما بص للصبار اللي انا شفته التجديد على مهلنا، اللي انا شفته امبارح بلاقيه النهارده الله اجمل، اللي انا شفته اول امبارح بلاقيه النهارده احسن، وهكذا. عايزين فرصه كده يا سياده المستشار نتكلم على اصناف معينه تعلمها لي قبل ما نقعد بقى جوه ونقعد في الاستراحه وندردش كتير. إيه؟ كتير كتير كتير. ولو جينا بدانا على سبيل المثال بهذا النبات. أيوة. اسمها اجافي فيكتوريا. أجافي فيكتوريا. تمام، لما نبص للنبات نشوف فيه صنوف من الجمال ملهاش حصر فيما يخص التدوير، النسق العام، الطلع بتاع النبات، القياسات، الأبعاد، زوايا الرؤية، اللون، الجمال. تمام، دي قطعة تقترب من 20 سنة عمر. 20 سنة. أنتيك. تمام، لما حضرتك تشوفيها كده تحس فيها بجمال خارق، جمال غير عادي. الله. شوفي اللون الفضي. أيوة. شوفي برضو القياسات، شوفي والشوك طالع ازاي بتاع الورقة. هنا كانت الورقة قصيرة ورفيعة والكلام ده، هنا الورقة بقت عريضة، والسنون اللي موجودة على القطعة بتضيف جمال تاني للجمال مع اللون وكده. شوفي اللون الأزرق الجميل. جميل، فضي في مزرق. ده نوع اسمه جاماكاريوس، ده بيعلى وبيتفرع مع الوقت،
وشوف اللون مختلف خالص عن اللي وراه، بيلاقي اللي وراه حاجه ويجي تانية. ويجي فيه برضو اللي هي الكسرات دي، الكسرات كل شويه كده، وال... وشوف اللي جوه ده اللي عامل بال... كانه خرزان ده، كانه بريمة بترول. ايوه بريم، بريمة بترول. شوف القدرات الربانيه الفائقه، النبات ده اتقسم نصين بالظبط. مجموعه الاوراق اللي في هذا الجانب واخده اللون البرتقال الاصفر المطلق غالبا، والتانية واخدة الرصاصي اللي معرفش يقوى بالنص. طب أنا عايزة بقى أسأل سؤال، يعني أنت بتحب النبات ولا بتحب الأفكار اللي بتجيلك لما تتفرج على النبات؟ الله بص ده النبات يوحي. صحيح. ال- ال- الإيحاء اللي أنا باخده من النبات هو اللي بيعني عن إني أحبه عبر. ها؟ بص للنبات أتعايش، أتصور، مشاعري تتحرك، ذهني يتفتق. ها؟ جميل. نعرف نقول، نعرف نعبر، نعرف نحس، نعرف نشرح. تمام؟ كل ده تمام من وحي وإلهام جمال نباتات الصبار المتنوع في الغرب. مكتوب هنا مجموعة المستشارة الخاصة وليست للبيع، اشمعنى يا فندم دي المجموعة الخاصة؟ في مجاميع كتير قوي 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 في المزرعة أو أركان مكتوب عليها ليست للبيع. الكلام ده لندرة النباتات اللي فيها وقلتها، ولما الناس بيقولوا لي يعني ما تبيع ده، ما تبيع، أقول لهم يعني القيم لا تباع، لأن أنا لو ترجمت الكلام ده بنك نوت، ما الناس اللي عندها مليارات كتير، مش هقول للناس، مش هقول للناس تعالى أقف قدام البنك أنا ليا جوه رصيد، أنا رصيدي هنا لازم يتشاف ويتحس. صحيح. حد جاي عرض عليك فلوس كتير قوي عشان يشتري المجموعة وانت ما ردتش؟ لا لا كتير، في الحاجات اللي زي دي فيها حاجات لا تباع، لا تباع تحت أي إغراء ممكن، لا تباع. ليه؟ لأن أنا دايماً أقول أنا ما حييت، أنا بعد 40 سنة جهود مضنية وصرف وحب وارتباط وعشق، أجي أفرط بسهولة كده وأقلبها بنك نوت بعد اللي اتعمل ده كله؟ لا لا لا، تظل القيمة قيمة لغاية أنا مموت. إذا قدر اللي بعدي يستوعبوا هذا المعنى ويكملوا يبقى خير، يبقى يوماً ما حفيدي حيقول العود ده عمره 150 سنة وكان بتاع جد. صح. تمام. دي عاملة زي راس ميدوسة. لا شوفي 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 الجمال، شوفي الخامة طلع نفسه، دي عمرها حوالي 35 سنة الشجرة دي كلها. طب دي سريعة، دي عمرها حوالي 35 سنة تقريبا، ومن الحاجات الجميلة قوي النادرة قوي القليلة قوي. أبص جذورها باينة، موطنها الأساسي كينيا. دي أفريقي. كينيا، يعني هذا النوع موجود في كينيا، من النباتات القليلة قوي البديعة قوي. وكمان بقى لما ربنا بيسهل كده وبتزهر من فوق بتبقى متغطية كلها بلون برتقاني رائع، يبقى فوق الجمال ده جمال من نوع آخر يعني متمثل في الزهرة، ده كله بيبقى متغطي شماريخ زهرية برتقاني. وده بيحصل امتى؟ في الربيع. وكل سنة لازم يحصل ولا ممكن سنة ملهاش نفس؟ لا كل سنة. كل النباتات دي لو حضرتك جيتي في الربيع والصيف تلاقي الشكل ده مختلف خالص. حتى الصبار بيفرح بالربيع؟ طبعا. نظام الري في المكان ده معمول ازاي؟ لا في شبكة ري موجودة اهي، وبيتسقي كل قد ايه؟ ومواتير. الشبكة متعلقة فوق. بيدوب بنفتح المحبس ينزل مية. رزاز بقى ولا ميه كتير؟ رزاز. ومره كل قد ايه لا دي نسبه وتناسب مع الظروف المناخيه، تفرق في الصيف عن الشتاء عن الخريف عن الربيع عن بدايات الصيف عن منتصف الشتاء، ده سنس بقى احنا اللي بنفهمه وبالخبره طبعا، امتى اسقي وامتى امنع. هو على اي حال في الشتاء تمام، يعني غالبا بنهمل خالص في الري فعلا. في الصيف بنزود شوية الري عشان درجات الحرارة العالية والبخر والنتح والكلام ده كله تمام. في الربيع بيبقى فيه توازن واعتدال،
وكل الأصناف يعني دي كلها مرتبطة بشبكة واحدة. مش يمكن في صنف بيحتاج مية أكتر من صنف تاني؟ لا احنا كله زي بعض. بصي حضرتك، احنا بنعمل ايه؟ احنا بندي احتياجات معقولة. ما هو ده اللي فاهم بقى. بندي الاحتياجات المعقولة للكل التي تتناسب مع طلب كافة النباتات. بمعنى في نبات يحتاج مثلا يشرب، ده انا بضرب مثل، في نبات يحتاج يشرب سي كل 10 ايام، اوكي، وفي نبات يحتاج يشرب كل 5 ايام. ماشي. طيب لو انا اديت الاثنين على 7 ايام يبقى حققت اغراض الاثنين، لا ده هيضار ولا ده هيضار، وهيبقى خد في توقيتات مناسبه برضو. بس بالخبره برضو الكلام ده، لا في هنا اسراف ولا في تقطير. صحيح، لا اسراف ولا تقطير. تحنوب واحدة من أقدم قرى مركز شبين القناطر في الأليوبية. في تحنوب اتولد أحمد باشا حمزة سنة 1891، وبيرجع الفضل ليه في تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لتصدير الزيوت العطرية لأشهر مصانع العطور في العالم وخاصة فرنسا. وبيتحسب له إن أول من أضاء المسجد النبوي بالكهرباء سنة 47 على نفقته الخاصة كان هو، بعد ما لقى إضاءة المصابيح الزيتية خافتة وضعيفة. هنا في الشارع ده غنت الفنانة ليلى مراد أغنيتها الشهيرة اتمختار يا خير من فيلم غزل البنات. وغير حمزة باشا، اشتهرت تحنوب بمشايخ القراءات اللي وصل صوتهم للعالم كله، زي الشيخ حسني أبو ستيت والشيوخ محمد حافظ وعبد العظيم النجار وأحمد أيوب ومحمد قبيل وغيرهم كتير. دي بقى الاستراحة بتاعت حضرتك جنب السفرجل الجميل ده. أيوة والله، دي حاجة تطول العمر سيادة المستشار. ربنا يبارك فيك. والله العظيم حضرتك قرية تحنوب، انت اصلا من هنا ولا حضرتك من فين بالظبط؟ انت حضرتك هتشديني للحديث عن تاريخ طويل قوي، لان احنا بحسب الوثائق اللي موجودة عندي جوه في الفيلا، احنا من الاشراف من نسل سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، وجدنا الكبير اللي عمل اصل هذه العائله في قريه طحانوب بالقليوبيه. يعني اصلا من طحانوب؟ ايوه، نزل هذا البلد من حوالي 520 عام. تعرف منين حضرتك؟ هتقولي لي عرفتي منين انهم 520 عام؟ تمام. عدينا الاجيال اللي هي من بدء نزوله زي ما الوثيقة قالت حتى ابني أنا، تمام؟ فلقناهم حوالي 13 جيل، ضربنا فيه 35 عام متوسط عمر الأجيال، ادتنا 500 وشوية سنة. جدنا الكبير اللي هو اسمه سيدي موسى، سيدي موسى نزل البلد دي بدوي برضه. وهو أصلا، لا مش بدوي، هو أصلا والده كان اسمه سيدي نصر الله، وكان مقيم في بلد اسمها سمنه الكبرى في الغربية بحسب ما الوثيقة بتقول، وخلف 3 أولاد صبيان منهم موسى. مكتوب في الوثيقة: أما سيدي موسى فقد ارتحل مع الجيش إلى منطقة طحانوب بالقليوبية. يعني طحانوب موجودة من زمان. وتزوج من السيدة أم الهنا، ما عرفش الفخري حاجة زي كده، وأنجب منها أحمد وسلامة وعبدة، عبدة أنثى. أيوة. تمام. احنا من نسل سلامة، طلع بقى عائلة بدوي من نسل سلامة في مرحلة من المراحل، وتسمت قصص نجيب محفوظ وتسمت بدوي، وانما احنا في الاصل كده بننتمي الى الامام محمد الباقر، الامام موسى الكاظم، سيدنا علي زين العابدين، لحد الوصول لعلي بن ابي طالب، الحسين، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ومعانا الكرنيهات والشهادات بتاع نقابة الأشراف. أهل بيتك مش حاسين إن الموضوع ده الصبار والفلسفة دي مضيع وقتك، ولا هم حابين الموضوع ده؟ يعني مراتك بتحب برضو زيك مشابهة في الفكر؟ ده هيخليني أرتد شوية للخلف. هي أصلا كانت خريجة سياحة وفنان. جميل.
تمام. وجت في وقت من الأوقات كان عندها خوف غير عادي، وده موضع سؤال حضرتك، خوف غير عادي من اللي أنا بعمله. لأن تقول لي إيه ده؟ هنفضل نشتري صبار لغاية إمتى؟ طب ده فلوس الأولاد ومال الأولاد. قلت لها تعالي، كل إنسان ربنا خلق كل إنسان ولا بد له من هوى. أنا ربنا أكرمني وجه هوايا مع قدرات الخالق، مع الجمال، مع الإبداع الرباني اللامحدود. أنا جاهز أقلع فورا عن هذه الهواية لو دي مزعلاك، لأن أنت عندي أهم. لكن بقول أن الهوى موجود وقادم، الله أعلم الهوى القادم هيجي في إيه. تمام. دي قوة إقناع اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه. ما تلومينيش، الله أعلم يجي الهوى القادم بقى فين، وإيجابي ولا سلبي. صحيح. بس أنا جاهز. قالت لي لا، خليك مع الصبار. قالت عشان أبقى موجودة في البيت، أتابع الأطفال الصغيرين وربيهم تربية صح، وفي نفس الوقت هنعملها نواه لمشروع وأنا أتولى الإشراف عليه. بدأت الفكرة وبدأت تروح تشارك في معرض زهور الربيع. أنا ما كنتش بشارك باعتبار العمل الوظيفي مش هيسمح لي. كنت أروح أزورهم بس، صباح الخير، أخباركم إيه، عاملين إيه. دي قومت المشروع. هي اللي كانت، والصحافة بدأت تكتب عنها، والبرامج التلفزيونية، وعندي مقالات لها مكتوب سيدة الصبار. أيام اسمها إيه يا فندم؟ نوال الرئيس. وعندك هوايات تانية مثلا غير تلاوة القرآن، غير الحفظ، كتابة، قراية؟ أكتب شعر. شعر. وإذا يعني تطرقنا للشعر، أقول لحضرتك بقى وإحنا في مقام الصبار، أقول لحضرتك قصيدة أنا قلتها في الصبار كمان، بتعكس قدر حبي وعشقي لهذا النبات البديع. قول: هذا جمال للعباد أزفه، هذا جلال يا سبحان من خلق، هذا صنيع رب الناس نحسه في كونه سبحانه رب الفلق. مين ولادكوا اتجوزوا كلهم؟ يعني ما فيش كله حد عايش معاك خلاص؟ كله مت... أنا عندي هنا كم ولادك؟ مين ولادك؟ لا كتير. أنا عندي أماني كبير، دي أستاذة في طب الطوارئ ما شاء الله. عندي محمد أستاذ في الهندسة بيدرس في أمريكا، كان في جامعة بيدرس في جامعة ألاباما الأمريكية. عندي الإعلامية رانيا بدوي، تمام. كان عندي الله يرحمها دعاء، دي توفيت السنة اللي فاتت. دي كانت مرشدة سياحية برضو من المرشدات النابغات، تمام. عندي ياسمين في مجلس الدولة ما شاء الله، الله أكبر، تمام. عندي شيماء لسانس حقوق. لا بنتشكر المدام. عندي وليد آخر العنقود مهندس زراعي، وده شغال معي، وده اللي شغلته معي. هنشوف بقى باشمهندس وليد. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس وليد؟ احنا اتكلمنا عليك كتير جدا انا وسيادة الاستشارة. الحمل مش تقيل يا وليد؟ تقيل، بس عشان الواحد بيحب يعني بيحب الموضوع، وبابا قدر يحببنا في القصه. ليه حبيته يعني؟ حبينا لان احنا اتولدنا في قلب الصبار. يعني انا كنت بشتري بمصروفي كله صبار من انت بابا. انت كمان بتشتري بمصروفك؟ بشتري من بابا. يا حرام يا استاذ، كان بيبقى لنا صبار عشان نقدر نحافظ عليه. كمان بقى ده مش موضوع قضاء. يعني قدرنا واحنا صغار. طب عشان ما يساءش يعني فاهمه هذا الموقف، أوضحه شوية. إنك بتتاجر على الولاد يعني؟ أوضحه شوية. وضحت. أنا كنت حريص على إني أحببهم. لما كان بيتشد ناحية قطعة معينة، دي حلوة أوي يا بابا، عايز أخد أحطها في المجموعة بتاعتي، أقول له ادفع ثمنها. صح. وأقول للمدام زي اللي بيتجوز واحدة ببلاش بيبيعها بسهولة. صحيح. إنما ده هو لازم يدفع. طب أدفع منين يا بابا؟ أقول له من مصروفك. وبعدين اجي على الجانب الاخر اقول للمدام زودوا له المصروف شويه
بما يعادل اللي اشتراه. انت عندك كام سنه يا ولد؟ انا عندي 33 سنه. طيب وانت حاسس ان انت زي الشباب الباقيين ولا حاسس ان هم يعني اميع منك شويه؟ لا انت... انا اغنى الشباب ان ربنا رزقني باب زي يا حبيب بس. قلبي والله ما عندي اي حاجه تانية اقولها لك بعد كده. ربنا يخليك والله العظيم. ربنا يعزك. ربنا يخليك. والله يعني الحديث مع حضرتك يعني لا ينتهي، بس احنا لازم نمشي. قبل ما امشي، عشان احنا مش هننساك ومش عايزينك تنساني، ربنا يخليكي ما اقدرش. معانا فنانه زميلتنا اسمها ساره بترسم بورتريه لكل الضيوف بتاعتنا، واحنا ماشيين ساره بتدي حضرتك البورتريه تحتفظ بيه. شرف لينا. شكرا جزيلا يا ساره. ميرسي يا ساره. جميل جميل جميل. جميل. شكرا جزيلا. عيني عليك، وقت ما بتحب وقعت معرفتش تختار، بقى كل ورد وليه زبونه، وانت تجري ورا الصبار. الناس بتتصبح بالفل وبالورود بتقول مبروك، وانت اللي حبيته لا له عطر ولا يتمسك من كتر الشوك. جاوبنا صاحبنا ساعتها وقال: بستان كلام متصاغب حروف، فيه في كل شيء في الدنيا جمال، الرك على العين اللي تشوف. العالم على وسعه وكبره، أنا عندي أكبر مزرعة فيه، وعشر تلاف نوع ولا أكتر زرعته أنا واهتميت بيه. اللي يحب بجد يا ناس ما يتسألش إزاي أو ليه،